تحقق الشرطة اليابانية في أسباب انفجار وقع في مبنى يضم مطعما وأسفر عن 42 جريحا في شمال اليابان وألحق أضرارا بالغة بمبان مجاورة. وأوضح مسؤولون رسميون أن الانفجار الذي وقع في سابورو بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان تسبب باندلاع حرائق في مبان خشبية صغيرة مجاورة وألحق بها انهيارا جزئيا وأرغم عشرات الأشخاص على تمضية الليل في أحد الملاجئ.